اهلا بحضراتكم من جديد. وترند الاهلي واللي اتكتب على النادي الاهلي خلال الساعات الاخيره في السوشيال ميديا. عندنا كلام مهم جدا في هذا الموضوع، لان الفتره القادمه هتسمعوا اشاعات كتيره واخبار كتيره معظمها مش هيكون صحيح. نبدا اول حاجه مع بعض. سوبر كوره على الفيسبوك قالوا ان بيتسو موسيماني يبحث مع معاونيه خطه استعداد الاهلي لنهائي دوري ابطال افريقيا. بيتسو موسيماني الجنوب افريقي عقد جلسه مع الجهاز المعاون بالنسبه لتوضيح المرحله القادمه والاستعداد بالنسبه للفتره القادمه وخطه التدريب والاستعداد على مرحلتين، مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا ثم الاستعداد لكاس مصر والموسم الجديد. اولا قناه الاهلي بالامس كانت اكدت لكل المشاهدين ان الاخبار المتناثره بخصوص سفر بيتسو موسيماني الى جنوب افريقيا كلها اخبار غير صحيحه. وطبعا اول ما اعلن ان بيتسو موسيماني موجود في القاهره على طول الناس صححت الامر، لان مثل هذه الاخبار ممكن تعمل بلبله، خاصه ان في ناس ربطتها بامور تانية برضو غير صحيحه. فبالتالي بيتسو موسيماني عنده الفتره القادمه موضوعات مهمه جدا: نهائي دوري الابطال، التحضير للموسم الجديد مباراه كاس مصر، ويشتغل على فكره تجهيز اللعيبه الدوليه بعد ما ترجع من الاجنده ومباريات المنتخبات. فبالتالي زي ما قلنا الخبر الصحيح بالامس، بيتسو والجهاز المعاون كلهم موجودين في مصر، وفي اجتماعات جاريه في هذا الشان بدءا من اليوم حتى ان شاء الله عوده الفريق الى التدريبات يوم السبت القادم. برضو معانا من السوشيال ميديا، يمكن صفحه الحساب الرسمي لبطولات على تويتر، كتبوا ان الخطيب يجتمع مع موسيماني مدرب الاهلي لحسم ملف الصفقات الجديده والراحلين عن الفريق. طيب خلال هذه الفتره مش هنتطرق لكل هذه الموضوعات وكل هذه الاخبار الا لما يكون عندنا معلومه او خبر او حاجه ممكن نقولها لجمهور النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، لان خاصه الفترة اللي جاية عندك مباراة الموسم، نهائي دوري الأبطال. أي كلام عن صفقات، أي كلام عن لعيبة معارة، أو أي كلام عن لعيبة ممكن تمشي، كلام غير صحيح وكلام مش موضوعي في الفترة الحالية، لأن أنت محتاج تستفيد بكل العناصر اللي عندك لماتش النهائي، نهائي دوري أبطال إفريقيا. ممكن الناس بتشتغل على استراتيجية الفترة اللي جاية، إيه اللي ممكن يتحضر لبعد يوم 27؟ إيه اللي ممكن يتشاف في مسائل القيد المحلي والقيد الإفريقي الفترة الحالية؟ لكن صدقوني والله وإحنا هنا بنقول لكم المعلومة السليمة اللي متأكدين منها بنسبة 100%، أي كلام عن صفقات الفترة الحالية سواء لعيبة من برة أو لعيبة في مصر غير المعلنة أو اللي هتعلن خلال الساعات اللي جاية فيما بعد نهاية دوري أبطال إفريقيا كلها هتكون غير صحيحة، لأن في أهداف معينة على مراحل بتتحدد بالنسبة للفترة القادمة. كمان معانا من صفحة الأهرام على تويتر، موسيماني يرفض اللاعبين الشباب في الأهلي ويطالب بإعارتهم لمنحهم فرصة المشاركة. الأمر هنا أنتم بتتكلموا على فكرة العربي بدر وشادي رضوان وأكتر من لاعب كان الجهاز الفني يعني إداهم الفرصة في المباريات الأخيرة في الدوري العام. نفس الأمر اللي بينطبق على فريق الأول واللاعبين الدوليين بينطبق على اللاعبين الشباب اللي ممكن يتم اتخاذ فيهم قرار خلال الساعات الجاية، في ظل ان في عروض بيتتلقاها اللاعيبه الصاعدين في النادي الاهلي، والحمد لله عدد كبير جدا من قطاع الناشئين من اللاعبين المصاعدين في الفريق الاول بتجيلهم عروض للمشاركه بالنسبه للفتره القادمه.